السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من أستاذ على الهواء. إن شاء الله النهاردة هيبقى معانا مراجعة الاستاتيكس، واحد من فروع الديناميكس، من فروع الميكانيكس. إحنا طبعا عملنا قبل كده ريفيجن ستاتيك 1، إن شاء الله هنعمل النهاردة ريفيجن نمبر 2. عملنا جزء من المنهج اللي هو بيتكلم عن الفريكشن فورس، وعملنا المومنت، وعملنا كمان المومنت طبعا بأنواعه اللي هو الـ 3 دايمنشنز والـ 2 دايمنشنز والـ سكيلر مومنت والفيكتور مومنت. كمان عملنا على الجنرال ايكوليبريم، مسائل الهنج والرد، وعملنا على البارلل فورسز، عملنا على الكابل، لكن هنكمل النهارده جزء برضو مين اللي هيبقى الشغل كله معظم على الكابل، برضو هنرجع برضو نجيب افكار من الاول. تعالوا كده نشوف مع بعض اول اكزامبل. كويستشن نمبر 1 بيقول اي بي سي دي اي او از ا ريجولار هيكسجون. طبعا ريجولار هيكسجون ليه بروبرتيز محدده هنتكلم عليها واحنا شغالين. اوف سايد لينث 6 سنتيمتر، اللينث بتاع الهيكسجون 6. فورسز اوف ماجنتيود 10 رو 3 15 10 رو 3 15. انا لما بلاقي الفورسز متكرره بهذا الشكل بيجي في دماغي على طول، تمام يا شباب، بيجي في دماغي على طول الكابل، لان الكابل ده ما بيكونوا تو فورسز سيم ماجنتيود وابوزيت دايركشن. هقولها طبعا احنا شغالين. اكتنج الونج اي بي وبي ودي بي ودي اي واي اي، اربع فورسز اكتنج الونج اربع سايدز من السايز بتاعت الهكساجون، او قد يكون مع الدياجونز هنشوف في الرسمه دلوقتي ريسبكتفلي بالترتيب. بروف ذات ذا سيستم تندز تو ا كابل، اهو بالظبط عايز يعمل بروف ان السيستم ده بيتند تو كابل. اند فايند ذا ماجنتيود اوف ذا مومنت، المومنت اوف ذا كابل. فايند اولسو ذا ماجنتيود اند دايركشن اوف ذا تو فورسز اكتنج الونج بي اي اند او اي، عايز يحدد اثنين فورسز ثانيين بشرط such that ان السيستم will be in equilibrium. طبعا هو دايما في اسئله الكابل بيديني السؤال، بيبقى نص الاولاني منه بعمل بروف ان هو كابل، ان هو tends to a couple equivalent to a couple، والجزء الثاني دايما بيكون بيطلب مني تو فورسز بيأكت في دايركشن معين such that يخلي السيستم ده حاجه من اثنين، يا اما ان equilibrium يا اما يبقى equivalent للكابل اللي عندي. السؤال هنا عايزه ان equilibrium، يعني انا عايز مني اجيب الاثنين فورسز اللي هيخلوا السيستم كله ان equilibrium. طب ما تيجي نشوف ازاي هنرسم الهكساجون. اول حاجه الهكساجون هرسمه قدامك طبعا ستيب باي ستيب. ده الهكساجون هنسميه A B C D E O، السايد لينث 6، الفورس الاولاني 10 رو 3 والفورس الثانيه 15. هناخد الاثنين 10 رو 3 بياكتنج في الاي بي والدي اي، ادي الاي بي والسهم مهم جدا، الدايركشن مهم جدا، لان انت بتشتغل كلوك وايز وانتي كلوك وايز. يبقى اثنين فورسز 10 رو 3 اكتنج في اي بي ودي اي، اثنين فورس ثانيين ماجنتيود 15 اكتنج في دي بي اند اي اي. جميل. بعد كده انا المفروض ان انا احسب اعرف اعمل البروف ان هما تندو كابل. طب ايه الكابل؟ الكابل ده عباره عن اثنين فورسز سيم ماجنتيود اوبوزيت دايركشن اند نوت اون ذا سيم لاين اوف اكشن. طيب ارسم لك ما يتعلق بالهكساجون، فيه كده شويه بروبرتيز مهمه جدا للريجولار هكساجون. الريجولار هكساجون سايد لينس لو سميته ال، دايما من البروبرتيز بتاعته ان بيكون عندي اثنين دياجونالز، هو في كتير طبعا بس متكررين، فالاثنين دياجونالز دولت المين بتوعهم الشورت دياجونال اللي هو اللي انا رسمته قدامك دلوقتي اللي ايكوال رو 3 ال، واللونج دياجونال اللي هو الدياجونال الاساسي المين بيكون اللينث بتاعه دبل اللينث بتاع السايد اوف ذا هكساجون، يعني بيكون 2 ال. كلام جميل. وبيطلع لك رايت انجل ترانجل، اكيد الشورت دياجونال بيعمل مع السايد رايت انجل ترانجل، اللونج دياجونال ما بيعملش رايت انجل ترانجل مع السايد. طيب في حاجه كمان مهمه جدا في الهكساجون، ان انا لو نزلت من اي سايد اي بوينت اي فيرتكس بيربنديكولار على الاكستنشن بتاع السايد زي ما احنا شايفين كده بيطلع لي بارت، البارت ده بيكون هاف الشورت دياجونال، يعني بيكون روت 3 اوفر 2 ال. جميل، هنستفيد بالكلام ده واحنا بنحل. تعالوا نشوف كده اول حاجه. اول حاجه همسك التو فورسز اللي هم 10 روت 3 اند 10 روت 3 واشوفهم هل هم فيهم شروط الكابل ولا لا. الكونديشنز اللي عندي ان هم سيم ماجنتيود، اه هم سيم ماجنتيود فعلا. هل هم ان اوبوزيت دايركشن؟ بص كده الاسهم الاروز اللي عندك، فعلا واحد فيهم في اتجاه اي بي والتاني في الدايركشن اوف دي اي، فهم اوبوزيت دايركشن. طب هل هم نوت ان ذا سيم لاين اوف اكشن؟ يعني في بينهم ديستنس؟ اه هم في بينهم ديستنس. الديستنس دي بقى البربنديكولار بتاعتها هي اللي تهمني. يبقى بالشروط دي يبقى السيستم تنس وكابل. الماجنتيود بتاعته ايكوال، هنسميه ام 1 المومنت يعني. الفورس نفسها اللي هي 10 رو 3، بس خد بالك الارو بتاع الاي بي والبي والدي اي الدايركشن بتاع المومنت بيؤدي الى ان هو نيجاتيف،
لانه كلوك وايز. فتبقى نيجاتيف 10 روت 3 تايمز البربنديكولار ديستانس ما هو السايد ب 6 واحنا متفقين ان الشورت دايجونال هيبقى 6 روت 3 يبقى 6 تايمز 6 روت 3 ايكوال نيجاتيف 180 نيوتن سنتيمتر. ده الكابل الاولاني. نيجي لل 15 و 15 بنفس الطريقه سيم ماجنيتيود اوبوزيت دايركشن نوت اون ذا سيم لاين اوف اكشن فورمينج برضو ا كابل. طيب نجيب المومنت اوف ذيس كابل هنسميه ام 2 الفورس 15 الديستانس هي نفسها السايد اللي هو 6 فيبقى 15 تايمز 6 ايكوال 90 نيوتن سنتيمتر. يبقى السيستم كله ايكويفلنت لتو كابلز. التو كابلز دولت السم بتاعهم هو ده الريزلتنت كابل ايكوال كام؟ ايكوال ام 1 بلس ام 2 يعني ايكوال سيستم ده تنسو كابل المفروض يعني لو انا هحسبه من غير ماجنيتيود هيطلع نيجاتيف 180 بلس 90 يعني هيطلع نيجاتيف 90. كلام جميل. لكن هو عاوز النورم اوف ذا كابل. النورم يعني البوزيتيف بتاعه يعني بوزيتيف 90. السؤال ما خلصش. نكمل. النص الجزء الثاني اللي هو باللون الاحمر ده اللي هو عايز مني ايه؟ خلاص انا وصلت لان السيستم تنسو كابل نيجاتيف 90. انا عاوز هو بيقول لي فايند اولسو ذا ماجنيتيودز اوف ذا تو فورسز اكتنج ات بي اي اند او اي بي اي اند او اي. بس هو ما حددش في اتجاه البي اي يعني بي اي ولا اي بي. انا اللي هحدد ازاي. دلوقتي الهكساجون ده بيروتيت او الكابل ده بيتند يعني اتجاهه زي ما انت شايف كده اتجاه السهم كلوك وايز يعني بالنيجاتيف. وانا عايز اعمل اثنين فورسز تانيين يخلوا السيستم ان ايكوليبريم. يبقى لازم الاثنين فورسز دول يعملوا روتيشن بالبوزيتيف عشان الكابل يقف يبقى ان ايكوليبريم. هو بيأكت فين؟ في البي اي وفي الاو اي. طيب هرسم في البي اي وهرسم في الاو اي نحدد بقى الاسهم بتاعتنا. لازم يد اتجاه الاسهم يعمل عكس النيجاتيف 90 ده فهيبقى في اتجاه الاي بي عشان يدي بوزيتيف مع الفورس اسميها اف طبعا مع الاي او فورس اسمها اف. كده عندي تو فورسز اف. فاضل لي بس اجيب البربنديكولار ديستنس. البربنديكولار ديستنس عشان اجيبها واضح جدا ان انا لازم اجوين الاو بالدي. تعالى نجوين الاو بالدي كده. هي هو هيطلع شورت دياجونال اللي هو قد ايه؟ 6 روت 3. بس انا عايز البربنديكولار ديستنس بين الخطين اللون الاحمر دول فلازم يبقى نص الشورت دياجونال يعني كام؟ يعني هيطلع في الاخر 3 روت 3 بس مش 6 روت 3. كده انا عندي خلاص تو فورسز وعارف ان هم بيعملوا نيجاتيف 90 سوري بقى بيعملوا 90 لان هم عشان يعملوا ايكوليبريم لازم يكون عكس الساين. ابدا احل ان ريزلتنت كابل ايكوال نيجاتيف 90 فده معناه ان الاف والاف عاملين كابل والكابل ده ايكوال 90. يبقى اف ذا تو فورسز اوف ماجنيتيودز اف اند اف اكتنج الونج اتفقنا اي بي اند اي او عشان يبقوا في البوزيتيف دايركشن فور ذا سيستم تو بي ان ايكوليبريم. تعالى بقى نجيب المومنت اوف ذا كابل هنسميه ام. ام ايكوال اف في 6 في 6 طبعا اللي هو الفور الدياجونال 6 روت 3 اوفر 2 اللي انا اختصرتها لك في 3 روت 3 على طول يعني اف في 3 روت 3 ايكوال 90. فمعنى كده ان الاف ايكوال 90 ديفايدد باي 3 روت 3 يعني ايكوال 10 روت 3. يبقى الفورس النيدد تو ميك ذا سيستم ان ايكوليبريم ايكوال 10 روت 3 نيوتن. تعالوا يا شباب نشوف الاكزامبل اللي بعده نمبر 17. كويستشن نمبر 17 لسه احنا في الكابل. انا اتفقت معاكم ان انا هركز على الكابل شويه النهارده. تو فورسز اف 1 اي اي ماينس 4 جي اف 2 نيجاتيف 2 اي بلس بي جي اكتنج الونج او اكتنج ات ذا تو بوينتس سي. واحده فيهم بتاكت في السي اللي هي نيجاتيف 1 و2 مش واحده فيهم بقى ريسبكتفلي بالترتيب يعني اف 1 بتاكت في السي واف 2 بتاكت في الدي اللي هي 1 و3. اف ذا تو فورسز فورم ا كابل لما يكون في عندي تو فورسز في الفيكتور فورم وهما فورمينج ا كابل لازم تبقى عارف ان الفورس الاولاني اف 1 لازم تكون ايكوال نيجاتيف الفورس الثانيه. احنا متفقين مع بعض انه لازم يكونوا سيم ماجنتيود لكن اوبوزيت دايركشن. اوبوزيت دايركشن معناها ان الاي اللي موجوده في الاف 1 دي لازم يقابلها الناحيه الثانيه نيجاتيف اي. يعني معنى كده ان الاي هتبقى ايكوال 2 بكل بساطه ولازم البي تكون عكس الساين بتاعت النيجاتيف 4 يعني لازم البي تكون ايكوال 4. هنحلها كده او نحلها بطريقه هقول لك عليها دلوقتي. هو عاوز الاي بي الاي والبي اسف وعاوز كمان ذا بيربنديكولار ديستنس بتوين ذا تو فورسز اللي هي ال يعني احنا من كده. طيب تعال نشوف مفيش رسمه احنا بس هنطبق الرول اللي بتقول لي ان عشان يكونوا فورمنج كابل لازم الاف 1 والاف 2 يكونوا هما الاثنين ريشيو بتوين ذم ايكوال نيجاتيف 1 لان هما ان اوبوزيت دايركشن وده فيكتور. تمام يبقى اي اوفر نيجاتيف 2 ايكوال نيجاتيف 4 اوفر بي ايكوال نيجاتيف 1. هنعمل كروس مالتيبليكيشن بكل بساطه تقدر تستنتج ان الاي ب2 والبي ب4. جبنا الاي والبي
فيها طريقه كنا بنعملها حلوه قوي في الفيكتور كويستشنز بتاعه الكابل. كنت بقول ان انا اقدر اجي بالمومنت اوف ذا كابل عن طريق دياجرام صغير كده برسمه، بقول بحدد فيه الفورسز، بكتب فوق الفورسز اف 1 واف 2، والفورسز نفسها هي 2 نيجاتيف 4 والفورس الثانيه نيجاتيف 2 4 طبعا بعد ما عملنا سبستيتيوشن بالاي والبي. بالنسبه للسي، السي نيجاتيف 1 و2 والدي، السي في مكانها تحت الاف 1 لانها بتاكتف الاف 1، الاف 1 بتاكتف السي، والدي موجوده مكانها تحت الاف 2 لان الاف 2 بتاكتف الدي. طيب تعالى بقى نعمل ايه؟ انت بتتلخبط دايما بتقول لي انا مش عارف اقول سي دي ولا دي سي. انا عشان ابسط لك الموضوع هقول لك انت تقدر تمشي بحرف ال من الدي للسي ومن السي للاف 1، يعني دي سي كروس اف 1. طب لو مشيت ال بمقلوب سي دي كروس اف 2 تدي نفس الانسر ده سيم، فما تقلقش. فانا مشيتها دي سي كروس اف 1. فعشان اجيب الدي سي، الدي سي بيتجاب يا شباب طبعا كلنا عارفين سي ماينس دي. جبنا السي ماينس دي وحسبناها طلعت نيجاتيف 2 ونيجاتيف 1. تعال بقى نعمل الكروس برودكت. الكروس برودكت ده هيطلع ايه؟ نعمله بالديترمنت، مش مستحق ان احنا نعمله بالديترمنت. الديترمنت بيتعمل لما بيكون 3 دايمنشنز. ده ابسط من كده. هكتب الاثنين فوق الاثنين فيكتورز اللي هو الفورس سوري النيجاتيف 2 ونيجاتيف 1 اللي هو السي دي او دي سي كروس الاف 1. كنا نحلها ازاي يا شباب؟ بنعمل الاكستريمز ماينس بعض تايمز بعض ماينس المينز تايمز بعض، او البعاد تايمز بعض ماينس القريبين تايمز بعض. فهتبقى نيجاتيف 2 في نيجاتيف 4 ب 8 ماينس نيجاتيف 1 في 2 يعني بلس 2 تطلع 10. يبقى في الاخر الكابل المومنت بتاعه ايكوال 10 كي، الدايركشن بتاعه كي. طيب هو عاوز الاي والبي، جبنا الاي والبي وعاوز اللينس بيربنديكولار. الحقيقه في عندك رول مهمه جدا، انت عارف ان المومنت ايكوال اف في ال، فمعنى كده ان اللينس بيربنديكولار ايكوال النورم بتاع المومنت على النورم بتاع الفورس. وادي الرول اهي قدامك، ادي الرول قدامك مهمه جدا. النورم لازم في اي سؤال فيكتور مومنت، لازم في اي سؤال يطلب منك اللينس بيربنديكولار بنسبه كبيره جدا. يبقى ال ايكوال نورم الام على نورم الاف ايكوال نورم الام عندك اللي هو 10 من غير الكي، ونورم الاف اللي هو سكوير روت 2 باور 2 بلس 4 باور 2 ريجاردلس الساين، مش فارق لان هو تحت الروت سوري لان هو تحت السكوير روت تحت الباور 2 يعني. فهتطلع في الاخر لينث اوف بيربنديكولار ايكوال روت 5 يونتس. كلام جميل. تعال نشوف الكويستشن اللي بعدين. كويستشن نمبر 18 بيقول لك برضه لسه احنا في الكابل اي بي سي دي از ريكتانجل ويتش اي بي ايكوال 6 وبي سي ايكوال 8. طبعا اول ما بتشوف ال 6 وال 8 بتفتكر على طول بايثاغورس وبتجيب الدياجونال ب 10. تو فورسز اوف ماجنتيود 25 جرام ويت، الاثنين 25 جرام ويت acting along BA and DC. طيب find the magnitude of the two forces acting at B and D perpendicular to نفس السؤال بتاع الهكساجون برضه بيطلب مني two forces perpendicular على ABD مثلا to make an equilibrium برضه. طيب نشوف رسمتنا الاول. رسمتنا عباره عن ريكتانجل ABCD، حطينا حروفنا، حطينا السايد بتاعتنا. طيب الفورسز 25 دي بتاكت في البي اي، اهم اثنين عاملين كابل 25 في البي اي و25 في الدي سي، كابل لانهم سيم ماجنتيود وابس دايركشن ونوت اون ذا سيم لاين اوف اكشن. اوعى تنسى 3 كونديشنز لازم تكتبهم وانت بتعمل بروف ان هم كابل. فانا بقول له 25 و25 فورمينج ا كابل، طبعا اكتب الكونديشن سيم ماجنتيود ابس دايركشن نوت اون ذا سيم لاين اوف اكشن، الثلاث شروط اهم. يبقى ديفور ذا سيستم تنسو كابل، والكابل ده المومنت بتاعته ايكوال. تعالى بقى هنا في المومنت بيلف بالبوزيتيف ولا بنكتب بالنيجاتيف يا شباب؟ ليه؟ ما خلاص بقى عرفنا الكلوك وايز والانتي كلوك وايز. هنا نيجاتيف ال 25 مع ال 25 دولت عاملين كلوك وايز يعني بالنيجاتيف. يبقى نيجاتيف 25. البربنديكولار ديستنس هي الديستنس بين التو فورسز اللي هي تبقى 8 قدامك في الرسم. يبقى نيجاتيف 25 في 8 بنيجاتيف 200 جرام ويت سنتيمتر. حلو. اليونتس مهمه؟ اليونتس مش مهمه قوي، لكن لازم تبقى ماشي بنفس اليونتس اللي مديها. بعد كده طالب مني تو فورسز اكتنج في بي ودي ويكونوا بيربنديكولار تو بي دي، ارسم البي دي. وصلت البي دي شباب؟ نرسم اثنين فورسز اتفقنا مع بعض الدايركشن مهم، السيستم كله تنز حتى الان لو كابل والكابل ده بالنيجاتيف، يبقى لازم التو فورسز اللي يخلوه ان الايكوليبريم يكونوا بالبوزيتيف، يكونوا عاملين كابل بالبوزيتيف. وانت عارف البوزيتيف باتجاهه ازاي، يبقى هرسم عند الدي وعند البي اثنين فورسز بيلفوا بالبوزيتيف انتي كلوك وايز. ادي الفورس عند الدي وادي فورس عند البي، هنسمي الفورس اف لان مش عارفها، بس البربنديكولار ديستنس عارفها. قلت لك وانا بقرا السؤال قلت لك البي دي هتبقى ايكوال سكوير روت
8 باور 2 بلس 6 باور 2 ايكوال 10. يبقى كان عندي بيربنديكول ديستنس، عندي المومنت 200 مع التو فورسز بس اللي ناقصه، نجيبها بكل بساطه تو فورم ايكوليبريم ستيت، هيطلع ان الاف في 10، الاف في البيربنديكول ديستنس ل 10 ايكوال 200، ده معناه ان الاف ايكوال 20 جرام ويت. حلو قوي. تعالى ندخل على السؤال اللي بعده، كويشن نمبر 19. كويشن نمبر 19 جاي لي مرسوم بيقول لي AD is a rod in equilibrium under effect of the shown system of forces. كم فورس؟ أربعة فورسز عاملين equilibrium. هو ما جابش ست كابل الراجل، بس أنا بفهم من السؤال ومن الرسم إن هو كابل. عرفت منين إن هو كابل؟ 24 و24 سيم ماجنيتود وأوبس دايركشن وبينهم ديستنس. 80 و80 بارل لبعض برضو، عرفت إن هم بارل؟ ما قالش، لا ما قالش، لكن حاطط ثيتا. ثيتا اللي حاططها هنا وهنا دي معناه إن هما الاثنين بارل. يبقى سيم ماجنيتيود وابوزيت دايركشن ونوت ان ذا سيم لاين اوف اكشن، بس الديستنس بينهم مش بيربنديكل. ال 20 دي مش بيربنديكل، محتاج اجيب البيربنديكل ديستنس. طيب اولا هو طالب مني ساين ثيتا، وهو قال ان السيستم ده ان ايكوليبريم، وانا اللي استنتجت انه كابل. يلا بينا نمسك الايه؟ نمسك ال 24 وال 24 نشوف ان هما سيم ماجنيتيود وابوزيت دايركشن ونوت ان ذا سيم لاين اوف اكشن، يبقوا فورمينج كابل، كلام سليم. المومنت بتاعه، الفورس في البربنديكولار ديستنس مع مراعاه الدايركشن. الدايركشن بوزيتيف المره دي، 24 هنا 24 هنا، عاملين بوزيتيف ذا روتيشن. والديستنس بينهم مش ال 8 ولا ال 20 ولا ال 12، الديستنس بينهم السم بتاعهم. يبقى 8 بلس 20 بلس 12 اللي هي 40، فيبقى المومنت ايكوال 24 تايم 40. ده اللي هو المومنت بتاع الفورسز 24 و 24. طلعت كام يا شباب؟ طلعت 960 نيوتن سنتيمتر. حلو. حلو الكلام. تعالى نشوف ال 80 وال 80 كمان عاملين 20، انت عاملين 960 عشان يبقى ايكوليبريم، بس في الدايركشن نيجاتيف، وهما بيلفوا نيجاتيف اوريدي. انا محتاج البربنديكولار ديستنس، واحنا شباب في البربنديكولار ديستنس طبعا. واحد يقول لي انا مستر عايز اعمل ريزولوشن، يا باشا براحتك اتفضل اعمل ريزولوشن، مش فارق معايا، لكن البربنديكولار ديستنس ساعات بيكون ابسط في الحل. فانا هوصل البربنديكولار ديستنس اللي قدامك في الرسم اللي رسمته من السي بربنديكولار على الفورس 80 اللي تحت. طلع لي رايت انجل ترانجل الدياجونال بتاعه 20 والانجل بثيتا. هنقل رايت انجل ترانجل بس تحت عشان نشوفه مع بعضنا. وانا متفق معاك قبل كده دايما في رايت انجل ترانجل بيكون السايد الاوبوزيت لانجل ثيتا بيكون عباره عن الهايبوتنس معمول تايمز ساين ثيتا. والسايد الادجيسنت لثيتا بيكون عباره عن الهايبوتنس معمول كوزاين ثيتا. احنا في الاوبوزيت دلوقتي. يبقى اللينس بربنديكولار 20 ساين ثيتا. معنى الكلام ده كله ان ال 80 لما تتعمل تايم 20 ساين ثيتا هتدي ال 960، لان ال 80 وال 80 عاملين كابل زي ما اتفقنا. خلاص مش هنقول بقى الكونديشن عرفنا، والسيستم ان ايكوليبريم يبقى 80 تايمز 20 ساين ثيتا ايكوال 960. بكل بساطه اقدر اجيب الساين ثيتا في السايد لوحده، واقدر اجيبها ان الساين ثيتا ايكوال 0.6. هو ما طلبش مني الانجل، هو طالب مني اجيب الساين ثيتا نفسها. يبقى الساين ثيتا ايكوال 0.6. تعالوا نشوف question number 20. question number 20 لسه احنا في الكابل. عرفت منين؟ من رسمه. two forces same magnitude opposite direction في الاسهم اهي ونوت ان ذا سيم لاين اوف اكشن. ده سؤال حلو جدا. هو بيقول لي ان انا عندي two cords موجودين في سيركل، كورد قصير اسمه سي دي وكورد الطويل اسمه اي بي، والتو كوردز فيهم اثنين forces same magnitude اللي هم 20 acting في two opposite directions. السي دي 12 سنتيمتر والاي بي 16 سنتيمتر، والريديوس اللي مش مرسوم في الرسمه قدامك ب 10 مش مرسوم. وانا لو رسمته هستفيد اكيد. طب ما تيجي نرسم الريديوس ونشوف هو عاوز ايه. هو عاوز الميجر اوف ذا مومنت اوف ذا كابل، او عايز الالجبريك ميجر يعني. تمام. رسمت الام سي اللي هو ريديوس اللي هو 10 ولا ال 10. ايه ده يا شباب؟ ده بيربنديكولار ديستنس من الام على السي دي. انا ليه رسمت الديستنس؟ لان انا محتاج اجيب الديستنس بين التو فورسز ال 20 وال 20. طيب بس الديستنس دي مش بين ال 20 وال 20، ده جزء منها. ماشي، من هرسم تاني. هرسم كمان الدياجونال الاحمر تاني اللي هو 10، وهرسم ديستنس تانيه من ام على اي. برضه كده عندي الديستنس على بعضيها، هي عباره عن السايد اللينس الطويل ده اللي انا هسميه الاي اف. هو ده البربنديكولار ديستنس. تمام. طيب اجيبه ازاي يا شباب؟ عادي، في اللي فوق هجيب بايثاغورس، هجيب الاي ام، وتحت هجيب الام اف. طيب بالنسبه لان اللاين ده جاي من السنتر بيربنديكولار على الكورد، دي رول قديمه وانت فاكرها اعتقد بتقول لك ان لازم يبايسكت.
ما دام بيبقى سكت والسايد الكور دي ب 12 يبقى الجزء ده ب 6 وده ب 10 واللي تحت بيبقى سكت ال 16 يبقى 8 و10 تو رايت انجل ترانجلز اقدر اجيب منهم الام اي والام اف هجيبهم بايثاغورس قدامك دلوقتي واحد منهم ام اي اللي هو ايكوال 8 وهجيب الام اف هيطلع ايكوال 6 فيبقى الديستنس كلها اي اف هتطلع 8 بلس 6 ايكوال 14 سنتيمتر حلو قوي يبقى انا كده عندي البربنديكولار ديستنس وعندي كمان التو فورسز 20 والتو فورسز بيروتيت في البوزيتيف دايركشن يبقى المومنت اوف ذا كابل ال 20 وال 20 فورم ذا كابل عشان سيم ماجنتيود وابوزيت دايركشن خلاص هنقولها كل مره نوت ان ذا سيم لاين اوف اكشن يطلع المومنت بتاعي ايكوال 20 بالبوزيتيف تايم البربنديكولار ديستنس 14 يطلع المومنت 280 كيلو جرام ويت سنتيمتر كان سؤال حلو تعال نشوف يا جماعه كويستشن نمبر 21 question number 21 يا ترى كابل ولا مش كابل هنشوف دلوقتي انا مش شايف فرصه ده بعد ما اعتقدش انه هيكون على كابل نشوف a b c d is a square the shown forces ده خلاص مش بديك المعلومات تكست لكن مديها لك في الرسمه الفورسز ان لاين if the set of forces are in equilibrium عايز ال f1 minus f2 ده سؤال حلو قوي على السيستم الجديد يعني طيب الفورسز عشان اجيب طبعا ده سؤال على مومنت واضح جدا عشان اجيب F1 محتاج اتخلص من F2 لانها unknown تاني وهيضايقني عشان اجيب ال F1 اتخلص من F2 يبقى اجيب مومنت اباوت بوينت بتعدي بال F2 وما تكونش بتعدي بال F1 اللي هي مين؟ بص الرسمه كده ثلاث ثواني وقول لي اه عايز اجيب F1 يبقى مش هينفع اجيب مومنت اباوت لا سي ولا دي يبقى اجيب مومنت اباوت بوينت بتعدي بال F2 اللي هي A فنجيب مومنت اباوت ايه نجيب ال F1 منها طيب سميت السايد لينس بتاع السكوير ال نجيب مومنت اباوت ايه؟ طبعا مومنت اباوت ايه بزيرو هو عرفت ان ايه بزيرو؟ ما هو كلمه ايكوليبريم طيب ما تنساش الدايركشن بتاع الكلوك واز والانتي كلوك واز اللي بنجيب منه المومنت اف 1 بتلف بالبوزيتيف تايمز البربنديكولار ديستانس ال 3 بقى هي الباقيه الوحيده لان 2 كمان كانسل لان 2 كمان راحت مع المومنت اباوت ايه؟ لان اي فورس باسنج ثرو ذا بوينت اوف سنتر اوف ذا مومنت المومنت بتاعه ايكوال زيرو. فري بتلف برضو لينس بربنديكولار ال. يبقى اف ده اف 1 تايمز ال بس 3 بتلف بالنيجاتيف يعني ماينس 3 تايمز ال ايكوال زيرو. من هنا اقدر اشيل ال مع ال واستنتج ان الاف 1 ايكوال 3 داين داين عشان هو قال ان داين 3 داين ادي معلومه. هنجيب مومنت تاني بقى عشان نطير الاف 1 نخلص من الاف 2 قصدي. عشان نخلص من F1 عشان يتبقى لي F2 فهجيب مومنت اباوت يا اما C يا اما D بس لو جبت مومنت اباوت D ال F2 كمان راحت فنجيب مومنت اباوت C نجيب مومنت اباوت C ايكوال 0 فيطلع لي N ال F2 بتلف بالنيجاتيف في البربنديكولار ديستنس اللي هو L وال F وال2 بتلف بالبوزيتيف في البربنديكولار ديستنس برضه اللي هو L فهتطلع ايكوال F2 ايكوال 2 ان هنكنسل L مع L هو طالب مني ايه؟ كان سؤال حلو جدا انه طالب مني F1 minus F2 اقدر اعمل S3 minus L2 فيطلع المطلوب equal 1 داين ده برضو كان سؤال حلو جدا برضو فكرته كويسة قوي لان هو بيستخدم فيه المومنت بس عشان اجيب الفاليو of two forces unknown تعالى نشوف question number 22 question number 22 مسألة بقى اللي كلنا دي مسألة حلوة جدا برضو related للكابل السؤال بيقول لي AB is a uniform rod of length 50 رود 250 الويت بتاعه 10 كيلو جرام ويت اكتنج ات اتس ميد بوينت يعني يونيفورم رود كلنا بنشوف رود بنفتكر مساله الرود بتاعت الجنرال ايكوليبريم مش لازم رود يبقى جنرال ايكوليبريم ممكن رود يبقى مساله كابل عادي ات كان روتيت ايزلي ان ا فيرتيكال بلين اباوت ا فيكسد هنج ات اتس اند اي يبقى انا عندي في وول والوول ده مثبت فيه هنج والهنج ده هيطلع منه هيتربط فيه الكابل هيتثبت فيه الكابل الرد والرد يبقى فري تو روتيت يعني. طيب قال لي بقى ان في كابل الكابل ده 125 كيلو جرام ويت سنتيمتر اكتنج عليه يعني انا لفيت الرد حركته. هوريك رسمه توضيحيه دلوقتي تفهمك القصه ماشيه ازاي. ده الهنج مثبت في الوول وده عندك هنا الرد وعندك انا هعمل دلوقتي حاجه ان انا هعمل موفنج للكابل للرد. بصوا يا شباب دي الطريقه اللي بيتحرك بيها انا لو سبته هيقع هو هيثبت على كده وثبت على الوضع ده اللي هو بنسميه ايكوليبريم ستيت وعندك الرود الويت بتاعه 10 وعندك اللينس بتاع الرود 50 فقسم الويت قسم 25 و25 عندك الديستنس الاحمر دي الريس البربنديكولار ديستنس هسميها ال والانجل اوف انكلينيشن مع الوول هنسميها ثيتا الهنج عنده ايه والفورس اللي انا بقى يعني قصدي الاذر اند اسمه بي
حلو قوي. ارسم بقى دي رسمه اللي هي ال 3 ديمنشنز اللي فهمتك القصه ماشيه ازاي. تعال نشوف بقى الرسمه اللي انت هترسمها. طبعا الكابل بيعمل ايكوليبريم مع كابل. حلو قوي. يبقى اذا السيستم ده كله عباره عن كابل. طب السيستم ده شباب فيه كام فورس؟ فيه 2 فورسز. ايه هما بالظبط؟ الويت والرياكشن بتاع الهنج. طب احنا في الاسئله بتاعت الجنرال ايكوليبريم كنا بنقول ان الرياكشن ده ايكوال ار اكس وار واي. هنا مش محتاجين نقول ار اكس وار واي لان انا عارف ان هو كابل. كابل يبقى اكيد الرياكشن بارلل للويت بس في الاوبس دايركشن. يبقى هرسم رسمه اخرى. اهي يا شباب ملخص الكلام. الويت 10، الرياكشن اللي هو لونه احمر ده برضه 10 بس انا عامله في الاوبس دايركشن لان الرياكشن الهنج بيكون غير محدد الا اذا في حاله الكابل بيكون محدد ويكون بارلل دايما للويت وفي الاوبس دايركشن. بقى عندي ترينجل واضح وصريح اسمه A والبوينت اوف اكشن اوف ويت والبوينت اللي على الاول اللي على الاول. وعندك الهايبوتنس بتاع الدياجونال ب 25 بتاع الرود 25. واحنا اتفقنا من شويه ان الدياجونال ان السايد الاوبوزيت لانجل ثيتا بيكون الهايبوتنس في 25 سان ثيتا. طب من الرسمه دي اقدر اقول ان الكابل ده ايكوال 10. طبعا الار ب 10 ادي الار ب 10. واقدر اقول بقى ان المومنت في الكابل ده ايكوال 10 في اللينس بيربنديكول. بس انا عندي هو قال لي انه ايكوليبريم يبقى الاثنين كابلز اللي موجودين اللي هو اللي هو مديهولي اللي هو 125 بس ده بالنيجاتيف في رسمتي انا. ممكن في رسمه ثانيه ترسمها الرسمه مش مرسومه قدامك فانت لما هتيجي ترسم هيبقى انت رسمتك ممكن تكون مختلفه عن الموديل انسر بس ده مش معناه انها غلط. عادي ده كابل ممكن يبقى انت رسمت الفورسز في سيم سايكل كوردر في اتجاه وانا رسمتهم في اتجاه ثاني. احنا الاثنين هندي نفس الماجنتيود. السم بتاعهم ايكوال زيرو يبقى نيجاتيف 125 بلس المومنت بقى 10 في البربنديكولار ديستنس اللي هي 25 ساين ثيتا. السؤال ده مهم جدا يا شباب. ايكوال زيرو نقدر من الايكويشن نجيب الساين ثيتا هتطلع 250 ايكوال ساين ثيتا ايكوال 125 هيطلع ساين ثيتا ايكوال هاف. ده معناه ان ثيتا ايكوال يا 30 يا 150 بس في رسمتي دي انا عاملها اكيوت فهتطلع الانجل بكام؟ ب 30. كلام جميل. السؤال مهم جدا وفي اسئله بتيجي على نفس الشكل ده ما بتبقاش رود بتبقى سكوير وبتبقى ريكتانجل وبتبقى ايكولاترال ترينجل هندرب عليه ان شاء الله بعدين. كويستشن نمبر 23 بيقول لي بادي اوف ويت. ده سؤال على الفريكشن. خلاص خلصنا افكار الكابل كتير جدا عملناها نكمل بقى. البادي ده اوف ويت روت 57. ده سؤال تريكي شويه او يعني بيعمل لك مشاكل شويه لان انت دايما بتتلخبط لما بيقول لك ان في تو فورسز اكتنج على بادي واحد. طب ارسمها ازاي يا مستر؟ هو قال لك ان it is placed on a horizontal rough plane with two forces in the same plane on the body acting on the body يعني واحده منهم 2 والثانيه 3 and the angle between them is 60. دي بتفكرك بحاجه اخذناها في ثانيه ثانوي بتقول resultant يعني اثنين forces بجمعهم في فورس واحده عن طريق resultant اللي هي بتبقى r equal square root f1 power 2 plus f2 power 2 plus 2f1 f2 cosine الangle between them اللي هي cosine الفا. انا مديني كل حاجه مديني f1 مديني f2 مديني الالفا اللي هي 60. طب هرسمها ازاي؟ هضطر ارسم هناك 3 دايمنشنز الاول. ركز معايا كده. هنا عندك في الرسمه دي هيطلع البادي هو از بليزد. انا بس بفهمك وفي اثنين فورسز اهم هيعملوا المفروض تراينج تو موف ذا بادي تراينج تو موف مش بيموف طبعا لان ده ستاتكس. التو فورسز هم 2 و 3 والانجل بينهم 60 فالخط اللي باللون الاصفر ده هو الخط اللي البادي المفروض انه يموف فيه لو هيموف يعني. هو ده الريزلتنت. طب بجيبها ازاي؟ تعال نشوف بقى في الرسمه التو دايمنشنز بتاعتنا بعدين. ادي رسمتنا بالظبط اللي احنا كنا عاملينها من شويه. 2 و 3 والانجل 60. القانون بيقول لك رول بتقول لك هنسمي الفورس بقى بي لان انا بسمي الفورس بي في الدرس بتاع الفريكشن حتى ما تلخبطش ما بين الاف والبي لان الاف هنا بتعبر عن الفريكشن فورس. طب نسميها بي. طيب سكوير روت اف 1 باور 2 بلس اف 2 باور 2 بلس 2 اف 1 اف 2 كوزان الانجل بتوين ذيم. سبستيتيوشن تطلع على طول الفورس بروت 19. روت 19 عادي. انا عارف ان انت بتتلخبط بالارقام اللي هي بتبقى فيها روتس بس انا كمان مديك الويت بروت. طب نرسم بقى رسمه بقى كامله بقى جديده بقى 2 دايمنشنز عاديه مش 3 دايمنشنز اللي هي بقى اللي بنرسمها العاديه اللي هي فورس ميو ار رياكشن ويت. الفورس روت 19 ميو ار اهي الرياكشن ار فوق والويت بروت 57 وانت عارف ان اب ايكوال داون ورايت ايكوال ليفت في حاله الايكوليبريم. يبقى ميو ار ايكوال روت 19 والار ايكوال روت 57. يبقى السيستم ان ايكوليبريم ار ايكوال روت 57 والبادي ان ايكوليبريم معناه ان رايت ايكوال ليفت يعني ميو ار ايكوال روت 19 ومنها اعمل سبستيتيوشن بالار احط مكان الار روت 57 فيطلع ان الميو ايكوال روت 19 اوفر روت 57 يعني يطلع 1 اوفر روت 3. ده كده انا جبت الميو اللي هو الكوفيشنت اوف فريكشن بس هو كان طالب مني حاجات ثانيه طالب الانجل اوف فريكشن.
عندك فاكت بتقول ان ميو ايكوال تان لامدا، يبقى التان لامدا اللي هي تان الانجل اوف فريكشن ايكوال 1 اوفر 3، يبقى اللامدا ايكوال شيفت تان 1 اوفر 3 اللي هي ايكوال 30 ديجريز. طيب تعالوا يا جماعه نشوف كويستشن نمبر 24 بيكلمني عن ايه. مساله اللادر اللي كلنا يعني بنبقى عندنا مشكله ان احنا نحلها، طبعا هي مش صعبه لكن هي بتبقى كبيره شويه. السؤال بيقول لي اللادر اي بي اوف ويت 35 كيلوغرام ويت اند لينث 3 meters rest in a vertical plane with the NDB. هم حدد لي ان الاند بي هو اللي على الفيرتيكال بلين. And a smooth floor A برضو على الفلور بتاعتي اللي يعني بيرست بالاي على الفلور. Against a smooth vertical wall. يعني هو مديني محدد لي الاي والبي هما فين بالظبط. The lower NDB is attached by a string. طبعا لما يكون السيستم كله سموث وول وجراوند ده معناه ان اللادر ده اكيد كده كده لازم يحصل له سلايدنج. فانا عشان امنعه من السلايدنج حاجه من اثنين، يا اما بفورس يا اما بسترنج، بربط السترنج ده باللور اند والاذر اند اوف ذا سترنج بتربط بالبوينت اوف جنكشن اللي هي البوينت اوف كونتاكت بتاعت الوول مع الجراوند. طيب قال لي اتاش باي سترنج تو ا بوينت اون ذا فلور فيرتيكالي بلو اي given that B is 1.8 meters. الB 1.8 meters away from the wall. And the weight of the ladder is acting at the point on the ladder. الويت مش بيأكت في النص، مش بيأكت في الميد بوينت، الويت بيأكت في بوينت 1.2 meters away from B. Find the tension in the string, also find the tension in the string في حالة تانية بقى. يعني هو عايز tension in the string في الفيرست كيس، وعاوز التنشن of the string في حالة لما a man of weight 80 kilograms stands ascending يعني يطلع الladder و standing at the midpoint of the ladder. طيب تعالى نشوف الرسمه. طبعا ده شكل الladder في الحاله العاديه، طبعا 3 dimensions برضو بفهمك تبقى عارف شكل الladder عامل ازاي. السلم ساند على حيطه وعلى الارض فبيعمل right angle triangle. تعالى نوضحه 2 dimensions اهو اللور اند بي والابر اند اي والبوينت اوف جنكشن انا مسميها زد ورايت انجل ترانجل. اول حاجه بنرسم، اول حاجه بتعملها رياكشن عند الاي، بريشر يعني عند الاي وبريشر عند البي. بنسمي اللي عند الاي ار اي والبريشر عند البي بنسميه ار بي. والويت وطبعا اللي بالاحمر ده التنشن اللي في سترنج اللي هو مربوط في اللور اند للبوينت اوف جنكشن التنشن دي. والويت بياكت مش في النص زي ما انت شايف، على بعد 1.2 في بوينت اسمها او، والويت نفسه 35 وادي ال 1.2 قدامك. تمام كده رسمتها اترسمت. هنعمل ايه؟ مطلوب مني اجيب التنشن ان ذيس سترينج. طيب تعالى كده ندخل نشوف الرسمه بقى في مكان نقدر نكتب فيه شويه. انت عندك الرسمه قدامك اهي، عندك كام فورس؟ عندك اثنين رايت وليفت وعندك اثنين اب وداون، واحنا متفقين في حاله الاكوليبريم رايت ايكوال ليفت واب ايكوال داون والمومنت اباوت اني بوينت ايكوال زيرو. طيب اولا انا عندي سايدز، عندي الاي بي الاي زد اللي هو الجزء من الوول اللي اوبوزيت للادر. هنجيبه ازاي؟ انا عندي اللادر نفسه 3 وعندي اللادر نفسه اوي البي نفسها على بعد 1.8 من الزد. فهجيب الاي زد عن طريق بايثاغورس سكوير روت 3 باور 2 ماينس 1.8 باور 2 هتطلع ايكوال 2.4. 2.4 دي قدامي وهرسم منها ترانجل الاساسي اللي هستخدمه انا شغال رايت انجل ترانجل، الانجل ثيتا والاوبوزيت 2.4 والهيبوتن 3 والادجيسنت 1.8. منه اقدر اجيب الساين والكوزاين زي ما انت شايف. الساين ايكوال اوبوزيت على هيبوتنس 2.4 اوفر 3 والكوزاين ايكوال 1.8 اوفر 3. طيب تعالى بقى نبدا. الار اي قلنا ايكوال تي، اب ايكوال داون او رايت ايكوال ليفت الاول. اب ايكوال داون يعني ار بي ايكوال 35. مومنت اباوت اني بوينت ايكوال زيرو، فانا اخترت البوينت بي، مش تفرق معايا قوي. لما اخترت البوينت بي بقى عندي ال 35 بتروتيت بالبوزيتيف في اللينث بيربنديكولار اللي هو الاوبوزيت بتاع ال 1.2 اللي هو اسف يعني اللي هو سوري الادجيسنت بتاع ثيتا يعني. فيبقى عباره عن ايه؟ ادجيسنت يبقى كوزاين، فيبقى 1.2 في كوزاين ثيتا. طيب بالنسبه للار اي، الار اي بتلف بالنيجاتيف في الار اي واخده اللادر كله فهتبقى في 3 اللي هو لينث اوف ذا لادر والاوبوزيت اللي هو ساين ثيتا اللي هي انا محددهم تحت. هنعمل بقى سبستيتيوشن، يبقى 35 1.2 هنشيل الكوزاين ثيتا ونحط مكانها 1.8 اوفر 3 هتروح الناحيه الثانيه بالبوزيتيف هتبقى ار اي في 3 في 2.4 اوفر 3. حسبنا الكلام ده طلعت الار اي ايكوال 10.5
كيلو جرام ويت كده انا جبت الار اي، والار اي هو التنشن بالمناسبه، فالتنشن يبقى برضو 10.5. طيب بعد كده افتر اسندنج، ادي الراجل اللي هو اللي طلع على السلم ووقف عند بوينت، البوينت دي هو قال لك ان هي 1.5 مترز، هو قال كده 1.5 مترز اواي فروم بي، يعني في نص الليدر بتاعي. طيب الويت بتاعه 80 والمسافه بتاعته اهي يا جماعه 1.5 مترز. يبقى افتر اسندنج هيحصل ايه؟ كل اللي هيحصل ان هيزيد عندي، كل اللي هيحصل ان هيزيد عندي ويت واحد بس اللي هو الراجل ده الشخص ده 80. طيب هنطبق برضه رول، بس هنخش على المومنت على طول بقى. المومنت ايكوال ايه؟ المومنت اهو شباب قدامك، هنجيب مومنت اباوت بي برضه زي ما احنا، ال 35 بنفس اللينس بيربنديكولار بتاعها في 1.2 في 1.8 اوفر 3 بلس الشخص الويت بتاعه 80 في 1.5 اللي هو الدياجونال ده اللي هو ال 1.5 اللي هو الهيبوتنس يعني بتاع البورت ده من الترانجل، في اللينس في الـ سوري في الساين سيتا اللي هي 1.8 اوفر 3 في الكوزاين سيتا اسف. اما بقى الار اي، الار دي بتلف كده فالاوبوزيت ليها هيبقى هو الساين سيتا، فهتبقى ار اي في 2.4. طبعا ار اي هنا تختلف عن ار اي اللي انت جبتها فوق، ما تعوضش بيها هي لان انت حصل تشينج في شخص تاني عمل بريشر على اللادر في 2.4. طيب ايكوال طلعت الار اي بعد الحسابات كلها يطلع ايكوال 40.5 كيلو جرام ويت اللي هي كانت من شويه 10.5 كيلو جرام ويت، لكن لما الشخص ده اتضاف الى اللادر فبقى ايكوال 4.5 كيلو جرام ويت البريشر زاد، اللي هو نفسه ايكوال التنشن ان ذا سترينج. يبقى التنشن ان ذا سترينج في حاله لما قبل ما المان يطلع على السلم على اللادر كان 10.5، بعد ما الراجل طلع على اللادر بقى التنشن زاد، وده طبيعي لان انت ضغطت على الحبل فزودت التنشن فيه فبقى 40.5 كيلو جرام ويت. طيب تعالوا نشوف كويستشن اللي بعدين. كويستشن نمبر 25 بيقول يا شباب، كويستشن نمبر 25 بيقول لي تو بارلل فورسز اكتنج ات اي وات اي وبي، هم اكتنج ات اي وبي، بس هو الرسمه اللي قدامك مديك ان الفورس مع الريزلت مع الريزلتنت، خلي بالك الريزلتنت اللي هي ليها سهمين دي، such that ان A belongs to BC و BC equal، وقال لك ان A B equal كام؟ طب عندك فورس F2 بتاكت في البي، وعندك الريزلتنت R equal 10 بتاكت في السي، والديستنس بين ذيم 40. خد بالك يا شباب لما تو فورسز يكونوا سوري الفورس والريزلتنت يكونوا سيم دايركشن، وهم اصلا التو فورسز يكونوا في الاوبوزيت دايركشن، ده معناه ان الريزلتنت ان التو فورسز اوبوزيت دايركشن معناه ان الفورس الثانيه بتكون اواي فروم الريزلتنت مش جنب الريزلتنت، ان ال 30 ال 30 هي الفورس الكبير. عرفت منين؟ ان الريزلتنت اصغر من واحده من الفورسز، لما الريزلتنت تكون اصغر من واحده من الفورسز يبقى الفورس الثانيه تبقى في الاوبوزيت دايركشن. ادي الفورس الثانيه في الاوبوزيت دايركشن وبتاكتف بوينت اسمها ايه؟ هسمي الديستنس بينهم من البي اكس، واسمي الفورس اف 1 ادي الاكس. طيب عشان نجيب الفورس عندنا رول مهمه جدا بتقول لك لو ان لايك فورسز، قلنا اللي احنا قلناه من شويه، وقلنا ان ار الار بتكون ديفرنس بتوين تو فورسز، الريزلتنت بتكون ديفرنس بتوين ذيم، يعني 30 و10 و20 يبقى 10. دي بقى رول مهمه جدا بتقول لك ان ان الفورس في الديستنس بينها وبين الريزلتنت ايكوال الفورس الثانيه في الديستنس بينها وبين الريزلتنت. يعني اف 1 طبعا ده دي كده الاف 1 اللي هي هتطلع 20 لان احنا حسبنا 30 ماينس 10. اف 1 في الاي سي كلها ايكوال اف 2 اللي هي 30 في البي سي، هتطلع 20 في 24 بلس اكس اللي هي انا بقول اف اي سي كلها 24 بلس اكس، 30 بقى في 24 فقط. هنفك البراكت فهيطلع لي ان 480 ايكوال 20 اكس ايكوال بلس 26 2 اكس ايكوال 720، يطلع منها ان الاكس اللي هي الديستنس بين الاي بي ايكوال 12 سنتيمتر. بكده يا شباب يبقى احنا عملنا مراجعه كامله على اثنين ريفيجنز استاتكس 1 و 2، ولخصنا كل اجزاء المنهج الحمد لله، ويبقى ان شاء الله في انتظار الحلقه الجايه اللي هنعمل فيها ان شاء الله ريفيجن عامه ثانيه على الاستاتكس من اول لاخره بامر الله. واتمنى نكون احنا دلوقتي بنبدا نعمل نحل امتحانات ونتعرض لاسئله كتير، وربنا يوفقنا ان شاء الله في الفتره اللي جايه، واشوفكم على خير في حلقه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.